كافر مع أنه ما أقسم أصلا حتى يخالف الشيء، يبقى أنا ذاك نقول لا يحل لأنك فعلت الشيء قبل سببه. أضرب مثالا آخر، وجوب الزكاة في المال، وجوب الزكاة في المال، وجوب الزكاة في المال فيها شيئان، الشيء الأول سبب والشيء الثاني شرط. أين سبب وجوب الزكاة؟ أن يبلغ المال نصابا، فالنصاب هو سبب وجوب الزكاة. طيب ما شرط الوجوب؟ شرط الوجوب أن يمر الحول على هذا النصاب، أن يمر الحول الهجري. هل يجوز أن أخرج زكاتي، زكاة المال يعني، قبل أن يمر الحول؟ الجواب نعم، لأنك تفعل هذا قبل الشرط، قبل حلول الشرط اللي هو الحول السنة، وبعد السبب اللي هو النصاب. هل يجوز أن أدفع زكاة مال الآن وأنا لا نصاب عندي أصلا ولا مال عندي؟ حتى إذا كان عندي نصاب ومر علي الحول، أبقى قسمت هذا المبلغ من الزكاة؟ الجواب لا، لأن فعل الشيء قبل سببه لا يجوز. فلا يجوز للعبد أن يخرج زكاة المال قبل أن يجمع نصابا، لكن يجوز له أن يخرج زكاة المال بعد أن يجمع نصابا ولو لم يمر الحول، وإذا مر الحول يكون قد دفع أو ينظر كم دفع وكم عليه. يبقى هذا الذي يقول فيه العلماء فعل الشيء قبل سببه لا يجوز، لكن فعل الشيء بعد سببه وقبل شرطه يجوز. ويقصدون بالشرط هنا، يقصدون شرط الوجوب، لأن بعض إخواننا من طلبة العلم يجلس ويفكر في القاعدة ويظن أنه يستطيع أن يهدم هذه القاعدة التي سطرها علماؤنا عليهم رحمة الله، فيقول ما حكم الوضوء في الصلاة؟ فأقول لأخي الوضوء للصلاة شرط. فيقول وفعل الشيء قبل شرطه يجوز، يبقى إن صلى الإنسان قبل وضوئه يحل. أقول له لا، الوضوء شرط في صحة الصلاة لا في وجوب الصلاة. والعلماء حينما قالوا فعل الشيء قبل شرطه يقصدون شرط الوجوب لا شرط الصحة. عندي صبي صغير عنده 7 سنوات 10 سنوات، هل يجب علي الصلاة؟ لم يبلغ، هل يجب علي الصلاة؟ جواب لا. هل يصح منه الصلاة؟ الجواب نعم. يبقى إذن يجوز أن يصلي قبل شرط الوجوب اللي هو البلوغ، ويجوز أن يصوم قبل شرط الوجوب، لا نتكلم على شرط الصحة. فالقاعدة تقول فعل الشيء قبل سببه لا يحل، وفعل الشيء بعد سببه وقبل شرطه يعني قبل شرط وجوبه هذا يجوز. لذلك حينما يطلق الرجل، وكنت في أحكام الطلاق، حينما يطلق الرجل قبل أن يتزوج فإنه قف على قبل السبب، قبل أن يكون هناك نكاح، لذلك هذه الطلقة غير معتبرة. أخ فقيه أو عنده شيء من الفقه أراد أن يضحك على امرأته، دخل على امرأته، أنتم عارفين مسألة التعدد عند النساء مشكلة من المشاكل، دخل على امرأته وعلمت امرأته أنه سيتزوج عليها، فوجدها يعني في حزن وكآبة، مالك يا فلانة؟ قالت يعني أنا في شدة الغضب. خير؟ علمت أنك ستتزوج علي، هل ستفعل هذا؟ قال لا، قالت أنا غير مصدقة، أنا غير مصدقة لهذا الكلام. فأراد أن يريح امرأته فقال لها أي امرأة سأتزوجها غيرك فهي طالق؟ قال جزاك الله خيرا يا زوجي، وفرحت وقامت وأعدت الطعام والشراب وانتهى الأمر. ضحك عليها بالكلمة، هو لو تزوج من امرأة أخرى لا يعتد بهذه الكلمة، لأنه يعلق بالطلاق قبل أن يتزوج أصلا، فهذه الكلمة نزلت في غير ملك على غير محل. فلذلك يقال إن الطلاق فرع النكاح، فرع النكاح، فلا طلاق إلا بنكاح كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. لكنني أود بعد شرح التعريف أود أن أتكلم على نقطة هامة جدا، وهي ما حكم الطلاق؟ ما حكم الطلاق في الشريعة؟ الطلاق يعني يحكم عليه بالأحكام الخمسة، أحيانا يكون الطلاق حراما، وأحيانا يكون الطلاق واجبا،
واجبا وسيأتيك إن شاء الله. وأحيانا يكون الطلاق مكروها، وأحيانا يكون الطلاق مستحبا، وأحيانا يكون الطلاق مباحا، يعني يدور مع الأحكام الخمسة. لا، نحن نود أن نعرف ما الأصل في حكم الطلاق. جمهور الفقهاء على أن الأصل في حكم الطلاق الكراهة، الأصل في حكم الطلاق أنه مكروه. إن طلق الرجل بغير حاجة فهذا مكروه. وما الدليل على كراهته؟ في معظم كتب العلماء عليهم رحمة الله إذا أرادوا أن يستدلوا على هذه الكراهة يستدلوا بالحديث الذي عند الدارقطني وعند غيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال عند الله الطلاق. وهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرسل، والحديث المرسل أن يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ندري هل سمع من تابعي آخر وهذا التابعي الآخر ضعيف فيضعف الحديث به أم لا. لو أننا نجزم أنه ما سمع إلا من صحابة، الصحابة كلهم عدول، فهذا الحديث في الحقيقة لا يصح من جهة الإسناد ولا يصح من جهة المعنى، أبغض الحلال عند الله الطلاق لا يصح من جهة المعنى، لأن الله لا يبغض إلا محرمه. كيف أقول أبغض الحلال؟ أبغض الحلال يبقى هناك حلال يبغضه الله، وهذا أبغضهم، وهذا أبغضه، مش في بغض فقط، أبغضهم كمان. فهذا لا يصح من جهة المعنى، بل بالعكس الطلاق أحيانا يوجبه الله سبحانه وتعالى في شريعته، فكيف نقول هو أبغض الحلال عند الله؟ فهذا الحديث وإن وجد في معظم الكتب إلا أنه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من جهة السند ولا يصح من جهة المعنى. إنما ربما يقول أخ من إخواننا: طيب بما تستدل على الكراهية أو على الكراهة في حكم الطلاق؟ يجوز لنا أن نستدل بقول ربنا سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وأين الكراهية في هذه الآية؟ تأملوا إخواني وأخواتي وتدبروا كلام الله. يقول تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني سميع لأقوالهم، عليم بحالهم سبحانه وتعالى. فهذا الختام في الآية يدل على شيء من التهديد. فلما كان عند فقهائنا وعلمائنا هذا الختام يدل على شيء من التهديد، قال العلماء بالكراهة. ربما يقول الواحد منا: إن كان هناك تهديد لا نقول بالكراهة، نقول بالحرمة. أقول: أخي الحبيب، لا أستطيع أن أقول بأن الطلاق في الأصل محرم، لأن رب العالمين في القرآن الكريم قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ولم يقل رب العالمين: يا أيها النبي لا تطلقوا النساء، إنما قال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهل نقول بأن الله يأمر بمحرم ونقول يأمر بحرام؟ جواب لا. لذلك لما كان ختام الآية فيه شيء من التهديد، وكانت الشريعة تتكلم متى يطلق الإنسان، آنذاك قال جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى بأن الطلاق في أصل الحكم مكروه. وهذه الآية تغنينا عن الاستدلال بالحديث الضعيف الذي لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أدخل الآن في تفصيلات هل يجوز أن أخذ بهذا الحديث الضعيف أم لا، لأن العلماء اتجهوا إلى اتجاهات، منهم من لم يأخذ بالحديث الضعيف مطلقا، ومنهم من أخذ في فضائل الأعمال بشروط ذكروها، ما أدخل في هذه التفصيلات الآن. إنما أقول الآية تغنينا، فالطلاق في الأصل مكروه. وتعالوا بنا لكي نتعرف إخواني وأخواتي كيف أن الطلاق يمر بالأحكام الخمسة، متى يكون مباحا ومتى يكون